طيب نبدأ. آخر حاجة كنا قلناها اللي هو سولونويد فالف. الشاشة دي واضحة بالنسبة لكم يا جماعة؟ حد يرد لك؟ ايوه واضحة. طب عظيم جدا. فكان الفيزيكال دايجرام اوف ذا سولونويد فالف، افكركم بيه تاني، كان بالشكل ده. احنا عندنا هنا الفالف، وعندنا الـ stem of the valve، وكانت المسافة دي هي X، وكان ده رمز التثبيت الميكانيكي، وده كان spring stiffness K، وكان عندنا coil أو solenoid في protecting resistance R، في عندنا input voltage في input جاي مثلا من rotary potentiometer. وهنا الفكرة ان بيبقى فيه magnetic force بترفع ال stem of the valve upward في الاتجاه الموجب لأعلى. وكنا اتفقنا ان ال detailed block diagram لل solenoid valve كان بيكون بالشكل ده، ان احنا عندنا هنا subsystem يعتبر electrical subsystem، الـ input ليه V input والـ output current I، وفي عندنا الـ I يعتبر input لـ magnetic subsystem خارج magnetic force F، والـ F تعتبر input لـ mechanical subsystem وخارج as an output displacement X of the stem، والـ X تعتبر input الهيدروليك سب سيستم وخارج اوتبوت الفلوريت اوف ذا فلويد فلوينج انسايد ذا فالف. هنا كده الاف سمول ده. وكنا اتفقنا ان كل بلوك من ده المفروض يكون ليه ستاتيك موديل ودايناميك موديل. الستاتيك موديل اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، ان احنا بنعمل اكسبيرمنت على السب سيستم سيبريتلي، وناخد قياسات input output measurements ونوقعها ونعمل test curve fitting والشغلانة دي. dynamic model بقى نحصل عليه ازاي؟ كمان لو احنا حصلنا على dynamic model of each subsystem ممكن برضو يكون عندنا reduced view للblocks دي كلها أو reduced block diagram، بحيث ان الانبوت هو V input والflow rate F اللي هو الاكسترنال output، ويبقى كل السيستم ده على بعضه نسميه solenoid valve. لكن هو من جوه عبارة عن السب سيستمز اللي احنا اتفقنا عليه. لو مسكنا الالكتريكال سب سيستم اللي هو اللي موجود هنا كأول بلوك، وحاولنا نحصل على الدايناميك موديل، اتفقنا ان الدايناميك موديل نحصل عليه من خلال تطبيق القوانين الطبيعية الحاكمة للعلاقات ما بين الفاريبلز. ده يعتمد على انا بتعامل مع ويتش سيستم. الكتريكال سيستمز ليها قوانينها، ميكانيكال سيستمز ليها قوانينها، ثيرمال سيستمز، هيدروليك، نيوماتيك اند سو اون، اللي هي اختصارا بتكون ماس بالانس وانرجي بالانس لوز. فهنا لو عندنا اندكتنس ال للكويل دوت، ف الدايناميك موديل نقدر نقول ان هو في انبوت في التايم دومين يعني يساوي ار
I t plus L di of t by dt. هل ده يعني كده كفاية ولا في جزء آخر؟ حد يعرف يقول لو تسمحوا؟ يعني هل الموديل ده كده يعني مظبوط ولا في جزء احنا ناسينه؟ هو في كاباسيتنس يا دكتور؟ لا لا، مفيش كاباسيتنس خالص، هو مجرد اندكتنس ال وريزيستنس ار. ممكن يبقى في initial value لل voltage. initial value، ممكن initial value دي مش للفولتج بقى، للدريفاتيف variables عموما، بس يعني دي بنفتكرها لو احنا عندنا، لو احنا بنجيب حل، لكن واحنا بنكتب الدايناميك موديل ما بنفتكرش حكايه الانيشال فاليوز دي. الانيشال فاليوز دي بنفتكرها اثناء الانتجريشن، صح كده؟ لكن احنا عندنا الدراع دوت وهو بيتحرك كدراع حديدي، ما هو بيتحرك ابورد وبيتحرك برضو داونورد على حسب يعني تغيير الفلور، على حسب الفولتج سيجنال، على حسب ارادتنا بالنسبه لتغيير الفلوريت. فكون يبقى في دراع حديدي بيتحرك في مجال مغناطيسي بيتولد باك اي ام اف في الكويل دوت، لو فاكرين الظاهره دي، يبقى في عندنا فولت باك اي ام اف في الكويل دوت هتتناسب مع سرعه السرعه الخطيه للستيم اللي هي اكس دوت، فهنقول سام كونستانت كي مثلا باك في اكس دوت، صح ولا لا؟ بس لو انا كتبت كده مش هيبقى مسموح لي ان انا ادي التفصيل ده، لان هنا هيبقى داخل في في انبوت وخارج اكس، واكس بتؤثر على العلاقه برضو، فمش هينفع اعمل ديتيل دي بلوك دايجرام ريبرزنتيشن. فيبقى كده هنعتبر كل ده وان بلوك، ساعتها هيبقى في معادلات تربط ما بين اف واي وتربط ما بين اكس واف، بس كل المعادلات دي هعتبرها ايه، معادلات للثلاثه بلوكس دول على بعض، ويبقى الكلام ده ريبرزنتد انتو سنجل بلوك. فده برضو ممكن يعقد شوية الدنيا، بس مفيش مشاكل عندنا في الرياضة. لكن إذا إحنا اعتبرنا الجزء ده negligible، صح؟ الجزء ده negligible، طبعاً العلامة بتاعتي دي مش إن K بتساوي صفر، لا، الجزء ده كله، الجزء ده كله هو اللي تقريباً يساوي إيه؟ صفر أو negligible، فإحنا ممكن نكتفي بالإيه؟ بالجزء ده فقط، كعلاقة ديناميكية أو dynamic model ما بين الـ I والـ V. تمام. طيب نيجي نتكلم على العلاقة ما بين الـ X والـ F اللي هو as a mechanical system، نجيبها ازاي دي؟ فاحنا ممكن انتوا درستوا طبعا اكيد mechanical systems سواء translational او rotational، فالرموز اللي احنا بنستخدمها بتبقى رموز تعبر او تمثل الـ physical components الموجودة. فالجزء اللي موجود هنا mechanically ممكن امثله بالشكل ده، ممكن امثله بالشكل ده، ان احنا عندنا تثبيت ميكانيكي هنا في سبرينج، والدراع نفسه كله كستيم اوف ذا فالف امثله ببوينت ماس ولتكن بالرمز ده ام، الكتله بتاعته ام. اوكي، وامثل ان في فريكشن طبعا مع البيرنج والفلو اوف ذا فلويد، يبقى في عندنا فريكشن كوفيشنت بنمثله بالشكل ده، وبنديله مثلا الرمز ان في فريكشن كوفيشنت بي. والماجنتيك فورس ديت من ريفرنس بوزيشن بتتحرك لاعلى بقيمه اكس، صح؟ لان ده الاكس الاتجاه يعني الموجب نفترضه ان هو ابورد، وهي نفسها يبقى الرمز ده رمز ريفرنس، وهي نفسها بتتحرك لاعلى بفورس ماجنتيك فورس اف. وفي عندنا برضو فورس بتشد الدراع ده لتحت في الوضع بتاعه دوت، مقدارها ام جي، وهنا ستيفنس كي اس مثلا، اس دي سبرينج ستيفنس يعني. فيبقى كده قانون نيوتن للحركه بيقول ايه، ان كل القوة التي تعوق الحركه في اتجاه الحركه تساوي كل القوة التي تدفع في اتجاه الحركه. يبقى opposing forces هنا، opposing forces دايما الستيفنس فورس والانرشيا فورس والفريكشن فورس دي كلها بتعوق او opposing force،
فالانيرشيا فورس هي معدل تغير كميه الحركه اللي هي ام اكس دبل دوت باعتبار الكتله ثابته هنا يعني. الفريكشن فورس بتتناسب مع السبيد اوف ذا اوبجكت اللي هو اللي هو كوفيشنت او بروبورشناليتي كونستنت هو بي بي اكس دوت زائد الستيفنس فورس بتتناسب مع اكس اللي هو كي اس اكس. دي كلها opposing force. طبعا الاتجاه الموجب للحركة هو الأعلى فبرضو mg تعتبر opposing force يبقى plus mg. القوة الوحيدة اللي بتدفع في اتجاه الحركة هي ال F صح ولا؟ يبقى إذن احنا قدرنا نحصل دلوقتي على معادلة تفاضلية اللي هي dynamic model يعني اللي يربط ما بين ال input وال output. طبعا الميكانيكال subsystem ده لو مثلناه ببلوك هيبقى فعلا اللي داخل له F واللي خارج منه X. طيب إذا احنا اعتبرنا الـ M والـ B والـ KS والـ M دي برضو بس الجزء ده خلي بالك احنا هنتخلص منه بعد كده اللي هو الجزء ده لما نيجي نتكلم عن ما يسمى Incremental Model. الكلام ده جايز يكون في نهاية المحاضرة أو اللقاء بتاع النهاردة. احنا عندنا ما يسمى Total Model و Incremental Model. فعموما الجزء ده الوحيد اللي هو يعني يعتبر constant صح؟ ملوش علاقة بأي variable لأن M constant و G constant فده كله constant. لكن ال F يعتبر input variable وال X يعتبر output variables وتفاضلاتها. طيب ال M وال B وال KS دول أسميهم إيه؟ دول بقى بنسميهم parameters وممكن برضو تبقى في حاجة مضروبة في الاف يعني ممكن حاجة تكون مضروبة في الاف في الحالة العامة. يبقى أي coefficients موجودة في الـ differential equation نسميها system parameters. system parameters يعني الـ differential equation ديت اللي هي خاصة بالـ electrical subsystem الـ R والـ L يعتبروا إيه؟ يعتبروا parameters. يبقى الـ R والـ L والـ M والـ والفريكشن كوفيشنت والسيف كل دي تمثل parameters of the dynamic models. فلو parameters ديت are fixed in time كنا سمينا الديناميك موديل آخر حاجة قلناها اللي هو إيه linear أو time invariant يعني time invariant. لو كل variable قائم بذاته وما فيش non-linearity يعني features اللي هي التربيع والتكعيب والجذر والحاجات دي كلها يبقى نتكلم على إن هي linear time invariant system وده اللي احنا هنتعامل معاه زي ما احنا قلنا along the course. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه ل how to obtain the dynamic model ومفهوم parameters. برضو لو احنا عندنا thermal system عندنا الheat balance laws في امثله قادمه hydraulic system هيبقى عندنا برضو قوانين الحاكمه اللي نقدر نطلع منها dynamic model. يبقى ده موضوع اسمه modeling يعني how to obtain the dynamic model. طيب ايه اللي ناقص يا جماعة حد يقول لي ايه اللي ناقص ان الديناميك موديل ده يكون فعلا يعبر عن الفيزيكال كورسبوندينج ميكانيكال سبسيستم؟ هل الديناميك موديل ده انا حصلت عليه وخلاص ولا ناقص ايه علشان نقول ان الديناميك موديل ده يعبر عن الفيزيكال سبسيستم فعلا؟ حد يقول لي حد عنده فكرة؟ تحول الماتريكس فورم يا دكتور. الايه؟ الماتريكس فورم. نحوله الى ماتريكس فورم. يعني ده يعني بشكل استباقي جدا يعني انت دخلت في حتة كده بعيدة شوية صح؟ لكن هو طبعا عشان ما نطولش في الحته دي هو اللي هيكون ناقص هنا ان احنا نقول ان الموديل ده فعلا هو اللي يمثل. هو كلمه فعلا يمثل دي هقصد بيها ايه؟ ها حد يقول لي يعني انا عايز اقول ان الموديل ده يمثل فعلا الميكانيكال سب سيستم ده حكايه يمثل فعلا دي معناها ايه؟ ان فاليو معين للفورس هيطلع الاوتبوت حقيقي يعني
هو الاوتبوت اللي يطلع في الواقع فعلا. اسمك ايه طيب؟ عمرو ايهاب. عمرو ايهاب. عمرو ايهاب. عمرو ايهاب عبد العزيز. طب ماشي عبد العزيز. طيب يعني انت حتى لو بتقول كلام مش مظبوط برضو هاخد اسمك ويبقى ليها برضو ايه تقدير الحكايه دي، ان انت التفاعل في حد ذاته ده مهم زي ما احنا اتفقنا. بس احنا قلنا بقى ممكن ان انا ممكن اعمل ده زي بلوك دياجرام، يبقى داخل لي انبوت واوتبوت يكون الاكيورسي بتاعته عاليه مثلا او كده ولا لا؟ هو حته يمثل فعلا دي معناها مفهوم السيميوليشن بقى. احنا عندنا مفهوم اسمه السيميوليشن اللي هو المحاكاه، صح ولا لا؟ فالمحاكاه معناها ان انا اتعامل مع الديناميك موديل زي ماثيماتيكال يعني ريليشن شيب كما لو كنت بتعامل مع الريال سيستم. هو ده تمام يعني كده بتعتمد على اكيورسي؟ لا ملهاش علاقه بمصطلح اكيورسي. تمام عايز انت عايز تقول ان ده بيمثل الريال سيستم فعلا، بس بنوصف ان الموديل بيمثل الريال سيستم مش بمصطلح الاكيورسي لكن بمصطلحين. مصطلح ده بقى الاجابه يعني ان البارامترز دي فعلا هي نفس البارامترز اوف ذا ريال سيستم، يعني الارقام اللي موجوده هنا هي فعلا البارامترز اوف ذا ريال سيستم ان هاند، وكمان ما يبقاش في حاجه نيجلكتد. يعني زي الموديل ده احنا اهملنا الجزء ده، صح؟ ده معناه ان الموديل ده يعني مش هيمثل بالظبط الريال الكتريكال سب سيستم، هيبقى فيه اختلاف. لكن هل الاختلاف ده مقبول؟ ده بيسموه بقى ايه؟ موديلنج ايرور. مش بنوصفها بمصطلح اكيوريسي او بريسيجن. تمام، اكيوريسي او بريسيجن بتوصف القياسات عشان تبقى المصطلحات مظبوطه عندنا. فالجزء بقى اللي ناقص هنا يا جماعه زي ما زميلك يعني دخلنا في الحته دي، ان البارامترز دي نفسها تكون ايه؟ تكون measured، تكون given. طب مين اللي هيدهاني؟ انا اللي هحسبها، او يبقى الداتا شيت بتاع المكونات البسيطه اللي انا شاريها وبربطها مع بعض دي تكون given فيها الحاجات دي وهي اساسا مقاس. يعني حد يقول لي مثلا how to determine ks هنعمل ايه؟ ممكن اقيس يعني اجيب يعني لو مثلا عندي سبرينج. أيوة. اعلق فيها مثلا ماس واشوف اقيس الفورس مثلا واشوف الديستانس اللي مشيتها واحسب الكيس. برافو عليك. اسمك ايه بقى؟ فاطمه الزهراء جمال. ماشي فاطمه الزهراء، انا خدت اسمك برضو المره اللي فاتت. تمام برافو عليك. يعني زميلتك قالت هنا ايه؟ ان احنا هنعمل real time experiment مع السبرينج، نثبت فعلا طرف والطرف الثاني ممكن نابلاي عليه فورس ونغير الفورس ونعمل بقى هنا static model. يعني نعمل كيرف، صح؟ نعمل كيرف كده يبقى الفورس هي الانبوت والاكس هي الاوتبوت، صح؟ من تجربه الديس ونوقع النقاط اياها دي كقياسات ونعمل بس كيرف فيتنج وناخد هنا ايه. والله لو طلعت، ما احيانا السبرينج دي بتطلع نون لينير بالمناسبه يعني على حسب طبيعتها، بس ممكن في الغالب تكون لينير يعني. وناخد السلوب هنا، السلوب هنا هيبقى ايه؟ هو حد يرد دلتا اكس على دلتا اف اللي هو ما احنا حسبناه. دلتا اكس على دلتا اف او يعني السلوب عموما، بس هو هيكون عباره عن ايه السلوب ده؟ واحد على كي اس. مين اللي قال واحد على كي اس؟ يقول لي ايهاب ابراهيم. ايهاب ابراهيم ماشي. اه وفي حد تاني برضو قال واحد على كي اس، انت برضو؟ هو في انا قلتها باسم. باسم ايه؟ حسين. باسم حسين ماشي. بس ففعلا هي ايه؟ واحد على كيس، لان العلاقه هنا معكوسه. احنا بنشوف اكس بعلاقتها باف، لكن احنا هنا بنشوف ان اف بتساوي كي اس في اكس، يبقى اذا السلوب ده هو واحد على كي اس، صح؟ وده برضو ستاتيك موديلنج. طب هو في حد يسالني سؤال برضو؟ احنا دلوقتي بنقول ان الديناميك موديل بيغنينا عن التعامل مع الريال سيستم، فانا بتعامل معاه
رياضيا لو انت مديني ال f as function of time اقدر احل زي ما هنشوف يعني في subsequent lectures واجيب ال x output of time. بدل ما اجرب التجربة دي عملي هجربها مع الموديل، في حين ان احنا دلوقتي بنقول ان احنا لازم نروح نجرب مع ال components عشان احدد ال parameters. هل دي تلخبطنا؟ لا. ليه بقى؟ لان انا بتعامل هنا في تحديد البارامترز مع كومبوننت سيبريتلي اثناء تركيب السيستم وتكوينه، لكن لما السيستم يتربط ويتكون خاصه لما تبقى مكونات كتيره ككنترول سيستم في النهايه بنكونه، بيبقى ممنوع علينا او طبعا يعني بيبقى علميا ممنوع ان احنا نجرب مع الريال سيستم ان ريال تايم. ليه؟ لان التجريب وارد يبقى فيه خطا وارد يبقى فيه شيء صح، فده علميا غير مقبول. لكن احنا نجرب مع ايه؟ مع الماثيماتيكال مودلز انتر كونكتد مع بعض، ماشي ده شغلنا في الكورس بقى، بحيث اعمل الاناليسز واعمل الديزاين واعمل تظبيط كل حاجه واشوف ان كله تمام، يبقى احنا علميا بقى از انجينيرز نيجي نطبق على ارض الواقع نلاقي برضو ان كله تمام. بس هنلاقي ان كله تمام بنسبه 100% زي ما احنا متوقعين ولا بنسبه اقل شويه؟ نسبه اقل علشان خاطر اقل شويه. النسبه تصل الى كام على ارض الواقع؟ يعني انا عامل حسابي في شغلي ان 100% انا ضامن الاداء وضامن الاستقرار وضامن كل حاجه زي ما هنبقى نشوف. نيجي نطبق على ارض الواقع نلاقي الكلام ده محقق بنسبه كام في الميه؟ 97 مثلا. يا ريت 97 95 90 ممكن 80. ايه اللي يحدد النسبه دي بقى؟ الحاجات اللي انا اهملتها في الموديلنج قد ايه. اه برافو عليك. اللي يحدد النسبه دي جوده مهندس التحكم الالي، الجوده بتاعه ان انت تاخد كل شيء في الاعتبار وتتعب في الموديلنج وتتعب في الالجوريثمز اللي هي خاصه بالتحكم الالي، وتاخد انت لو خدت النويز كمان في الحسبان يعني نصل الى نسبه ايه اعلى. ده بقى الفرق ما بين دول ودول زي ما احنا قلنا صناعيه اخرى في حته الدقه، وفي مجالات لا تقبل الا 99 وشويه في الميه جوده في زي ما انت متوقع نظريا على ارض الواقع تبقى تصل الى 99. يا ريت 100%. اي وي هوب. يا دي الفكره بتاعت الموديلنج والايه والسيميوليشن. طيب احنا لما نيجي نتكلم على السولونويد فالف اللي احنا تناولناه دلوقتي اهو، ده بيسموه فيزيكال دايجرام. احنا كان عندنا مصطلح مرينا عليه اسمه بي اند اي دي، حد فاكر ايه هو بي اند اي دي اللي هو اختصار ليه؟ بروفيشنال انتجريشن ديفرنشيشن. ايه بروفيشنال انتجريشن ديفرنشيشن؟ لا لا، ده لو ما فيش الامبرساند اللي في النص دي اللي هي بي اي دي على طول، لكن انا بي اند اي دي، فده اللي احنا سميناه بروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام. بروسيس يعني انا مثلا عندي الشكل ده، ده عباره عن ايه؟ شكل ايه؟ ان بي ان ترانزستور، صح؟ ده رمز اتفقنا عليه، لكن هو فيزيكالي شكله كده ولا بيبقى فيه فعلا جانكشن ان وجانكشن بي وجانكشن ان وانتر كونكتد واليوم ثلاث اطراف؟ لكن ده سيمبل الكترونيك سيمبل للترانزستور. نفس الكلام هنا، احنا بنحط سيمبل لكل مكون في الصناعه، فالسيمبل الخاص بالسولونويد فالف اتفقوا عليه ان هو يكون شكله كده. يعني احنا طيب خليك معي. كنت عايز اقول ايه؟ احنا عندنا الشكل ده رمز يعني كسيمبل، ده رمز ايه؟ طيب حد يقول لي
ده نسيمون بتاع الفولف. بس لو سيبناه كده هيكون مانيوال فالف. يعني ده الرمز بتاع المانيوال فالف. اوكي. لو احنا بقى اتكلمنا عن السيمبل ده. كده. ده السيمبل بتاع السولونويد فالف. اوكي. فده معناه ان في فلو ماشي من هنا رايح وفلوينج انسايد ذا فالف يعني وخارج من هنا. اما السيجنال دي بتكون ايه؟ الكتريكال سيجنال، بنغير بيها الفتحه بتاع الفالف وبالتالي بنغير الفلو ريت اوف. طيب احنا نشوف برضو مكون اخر، نشوف مكون اخر هنسميه او اسمه يعني قصدي فلابر نوزل سيستم. فلابر نوزل سيستم وليه اسم فولتج تو بريشر كونفرتر. يبقى احنا ده مكون موجود برضو في الصناعة وموجود برضو في أماكن حوالينا كتير، فلابر نوزل سيستم أو فولتج تو بريشر كونفرتر. طيب نشوف الفيزيكال دياجرام بتاعه برضو هيكون شكله ازاي. معايا جزء جزء يعني هنا هيبقى في عندنا كومبريسور. كومبريسور لما احنا نسمع عنه زي ما احنا اتفقنا هيكون بالنسبة لنا air supply under constant pressure. air supply under constant pressure باعتبار ان في نظام تحكم داخله بيخرج لي هواء هنا عند pressure ثابت، وليكن هنديله الرمز بي سبلاي بي اس. والله سحبت كتير البي اس ثابت، سحبت قليل البي اس برضو ثابت، ما سحبتش اي حاجة خالص برضو البي اس ايه ثابت زي الفولتج سورس ان انالوجي. يعني برضو الفولتج سورس سحبت منه كارنت، الفولتج يعني نقول تقريبا ثابت، ما سحبتش كارنت خالص برضو الفولتج اكروس التيرمينالز ايه ثابت. فهنا الرمز ده بتاع ايه بقى؟ ده رمز هوز أو خرطوم بيستحمل الضغط، يعني بناخد منه وبنعمل تفريعة هنا بالشكل ده. أوكي. بنيجي هنا نعمل نوزل. نوزل دي معناها فوهة أو فتحة كده صغير. طيب لو احنا جبنا في المنطقة دي حاجة بيسموها خوصة حديد او يعني فلات ايرن بار بالشكل اللي انت شايفه ده، وجينا كان فيه مفصله هنا، وده رمز ايه؟ رمز تثبيت ميكانيكي، وده هنج، وجينا هنا نقول ان المسافه ديت، شايف المسافه دي؟ المسافه دي ك يعني upward positive direction هنسميها واي، والطرف بتاع الفلات ايرن بار دي اللي هو في النقطة دي انت مسكته يعني بالايد وبترفعه لفوق بتنزل لتحت. حد يقول لي لو واي تساوي صفر ايه اللي هيحصل؟ البريشر هيبقى قد البي اس اللي طالع من ناحية اليمين. يبقى لو الواي تساوي صفر معناه ان انت قافل التسريب من هنا خالص، صح؟ أيوة. وان هنا في المنطقة دي لو احنا سمينا هنا البريشر سميناه بي سي، حيث سي اختصار كنترول بريشر، هيبقى في الحالة دي عندنا البي سي تساوي بي اس، صح ولا لا؟ طيب مسكت الطرف ده ورفعته الاعلى بحيث ان واي تزيد لفوق، فهيبدأ التسريب يزيد من هنا والبي سي تقل، صح ولا لا؟ يبقى لتوصيف العلاقة دي statically ممكن يبقى عندنا static I relationship
المحور الأفقي هيكون Y والمحور الرأسي هو PC. فY لما تكون صفر البي سي هتكون بكام؟ بي اس صح؟ بي اس. طيب الواي تزيد البي سي تقل ولا تقل لغاية ما توصل برضو الواي ماكسيمم عندها البي سي تساوي كم؟ حد يقول لي. طيب الاتموسفيرك البي اتموسفيرك يعني لو الواي دي بتزيد بتزيد البي سي تبقى اتموسفيرك ولا تبقى برضو لان هنا البريشر عالي برضو ففي جزء هنا بيتسرب فبيقلل البريشر هنا بس ما بيوصلش الاتموسفيرك بيوصل برضو القيمة يعني يبقى سم مينيمم فاليو يعني ممكن نقول ايه سم ايه مينيمم فاليو اللي هي بي ايه بي سي مينيمم صح ولا لا وان بتوين ان بتوين وهو لينيرلي يعني unless otherwise mentioned بنعتبر العلاقة ايه لينير بالشكل ده واي تزيد بعد كده الايه البي سي تثبت على البي سي مينيمم. طيب واضحة صح ولا لا؟ لو احنا حبينا نغير ما هو ده هيبقى برضو مانوال فلابر نوزل سيستم يعني احنا عايزين يبقى الدنيا اوتوماتيك برضو بمعنى ايه؟ ما احنا هنغير برضو بس بدل ما غير بشكل ميكانيكال وابقى عايز هنا ايه ميكانيكال باور انا عايز اغير الأوضاع بشكل إلكتريكال برضو فإحنا إيه الفكرة اللي ممكن تكون موجودة؟ نشيل الهنج ونحط مكانها سولينويد فولف الهنج طيب. أو الأين بور يعني ممكن أقول نعمل الآتي ممكن نعمل حاجة بالشكل ده يعني لو جينا هنا مثلا يعني فكرة كده وحطينا هنا سبرينج احنا برضو عندنا حاجة اسمها unstretched pose of the spring صح؟ unstretched pose of the spring بحيث يبقى قافل النوزل دي يبقى في الوضع النورمال unstretched uncompressed للسبرينج دي بحيث تبقى قافلة هنا طيب ونيجي في المنطقة دي نحط ايه؟ نحط سولونويد بقى يبقى ممكن يبقى فيه هنا برضو تثبيت ميكانيكي ويبقى هنا عندنا التركيبة دي يبقى فيه اندكتنس L وفيه بروتكتنج ريزيستنس R وفيه هنا V input وهنا هيبقى فيه ايه مجال مغناطيسي بيلقط الايرن بار ده ابورد لما يكون في تيار كهربي بيمر هنا طيب يبقى هنا برضو لو احنا مثلنا السيستم ده as a whole هيبقى في عندنا electrical part mechanical magnetic برضو subsystem mechanical subsystem وفي بقى هنا pneumatic subsystem لا يبقى ده لو احنا هنتكلم على detailed block diagram لكن ممكن يبقى في عندي reduced برضو block diagram vision ان هيبقى داخل ايه وخارج ايه حد يقول لي هيبقى داخل فولتج ولا بريشر وخارج بي سي اللي هو المهم عندنا هنا الكنترول بريشر بي سي صح ولا لا طيب الاستاتيك اي او ريليشن شيب ما بين في انبوت وبي سي هتبقى دايركت ولا ريفرس العلاقه دي بيسموها ريفرس ريليشن شيب ان انت الانبوت بيزيد الاوتبوت بيقل ودي بيكون في عندنا ما يسمى نيجاتيف جين في الحالة دي زي ما هنشوف بالتفصيل فيما بعد يعني. لكن لو ده في دايركت ريليشن شيب معناها ان السلوب بوزيتيف يعني ويبقى في بوزيتيف جين في الحالة دي فالعلاقة هنا حد يعني يتصورها كده ما بين في انبوت وبي سي هل ريفرس ولا دايركت ريفرس دايركت في ناس بتقول دايركت وناس بتقول ريفرس ف احنا نشوف لو في انبوت بصفر هيبقى ما فيش ماجنتيك فورس هنا ما فيش اي لقط والسبرينج دي هتبقى قافله واي صح فواي هتبقى بصفر والبي سي بي اس يعني ده مينيمم ده ماكسيمم بتزود الفي انبوت بتزود الماجنتيك فورس بتزود واي
بتقلل في سي. ففعلا في النهاية العلاقة ما بين V input و Y direct لكن ما بين Y و PC reverse، وبالتالي totally هتبقى ما بين V input و PC reverse برضه. صح كده. هل دي مشكلة ولا عادي؟ عادي، ممكن ايه يعني نظبط العلاقة دي بعد كده بكمبوننت اخر نضيفه بحيث تبقى علاقته هي كمان ريفيرس، فريفيرس وراها ريفيرس يبقى توتالي تبقى دايركت برضه، مفيش مشكلة عندنا. تمام كده. طيب احنا ده اللي هو الفولتج تو، عشان كده سميناه فولتج تو بريشر كونفرتر. فولتج تو بريشر ايه كونفرتر. ممكن نلاقيه فين الفلابر نوزل سيستم ده؟ واولا برضو هنهتم بالسيمبول بتاعه، يعني السيمبول بتاعه as P and ID في رسم الفيزيكال دياجرامز، في الريبريزنتيشن اوف فيزيكال دياجرامز، يعني بيكون الرمز بتاعه جاست سيركل كده، بيبقى مجرد سيركل وبنكتب عليه V/P اللي هو فولتج تو بريشر كونفرتر. وهنا بتبقى فولتج طيب هو ايه دلوقتي اهميه السبرينج اللي هي تحت الايرون بار؟ ما هو كده كده الايرون بار ليه الوزن بتاعه، هو بيشده لتحت، هو بيعكس بس انت لو اعتمدت على الوزن فممكن برضو البريشر يرفعه. انت عايز حاجه تبقى كبسه وسده تماما، يعني مش هنعتمد على وزنه يعني. فاهم قصدي؟ خاصة بقى لو التركيبة دي كلها عملت لها روتيشن 90 درجة، يعني مش شرط الوضع يكون هوريزونتال كده. تمام. طيب السيمبل بقى بتاع الفلابر نوزل سيستم او فولتج تو بريشر كونفرتر، زي ما انت شايف هنا في فولتج سيجنال وهنا ايه وهنا بريشر سيجنال. فعشان نقول ان هنا في بريشر سيجنال فبنحط سلاش سلاش كده، وده بيسموه نيوماتيك لاين. نيوماتيك لاين يعني لاين في بريشر، في ضغط يعني. طيب انتوا بتشوفوا العربيات النقل الكبيره او الاوتوبيسات او التريلات، بتلاقي وهو بيفرمل بيطلع صوت كده، صح ولا لا؟ فهو بيستخدم الفلابر نوزل سيستم ده، وبدل هو ما بيستخدم السولونويد بيستخدم رجله السائق، ودي سبرينج تحت الفرامل، بحيث ان البريشر اللي هنا بيدخل على منطقة. طبعا البريشر في الاريا يكون فورس، يولد فورس. الفورس دي هي اللي بتضغط على الاسطوانة بتاعت الفرامل بحيث تعمل احتكاك كبير مع العجلة، يعني بحيث تفرملها، لان مش هيكفي ان الواحد يدوس برجله وينقل الفورس دي للاحتكاك مع العجل بحيث تفرم، لان دي يعني كتله ميكانيكيه كبيره جدا، فمش هتفرملها بالطريقه بتاعت العربيات العاديه. اذا العربيات التريلات والحاجات الضخمه دي بتبقى عايزه المكون ده لتوليد هذه القوه من القوه النيوماتيه او نيوماتيك بريشر. طيب هل ده يعني الاستخدام الوحيد؟ في استخدام اخر في الصناعه هنشوفه دلوقتي برضو، بس قبل ما نشوفه تعال نتكلم برضو عن مكون اسمه pressure to voltage converter. pressure to voltage converter ايه الفكره؟ طيب معرفش خطوها لا، بس هي فكرتها بسيطة قوي، وهي التركيبة أو الشكل ده. دكتور أي فضل معلش الصورة شوية ال إيه؟ الصورة متأخر شوية يعني حوالي 4 ثواني كده. كل ما هكون شرحت الحاجة يعني بتكون لسه يعني بتترسم عندنا أو بيظهر البوينتر عليها. يعني الصورة عندك تظهر متأخرة. متأخرة شوية، 3-4 ثواني كده. مش مع الكلام يعني. بس عند الناس كلها ولا عندك بس ولا ايه؟ مش عارف. لا يا دكتور هو عندنا كمان.
بالظبط يعني. طيب احنا ممكن نرسم ببطء مثلا شوية عشان او ارسم الاول بعد كده اتكلم قصدي صح؟ يعني طيب البوينتر ما بيبقاش يعني لو يعني لو بت يعني بتشاور بالبوينتر على حته معينه ما بيكونش ظاهر عندي لان هو البوينتر تمام. طيب احنا عندنا مثلا التركيبه دي نرسمها ايه؟ طب الشكل اللي انا رسمه ده بيطلق عليه ايه؟ طب بيطلق عليه بلوز اللي هو منفاخ يعني منفاخ. طيب الجزء اللي انا بشاور عليه ده هو برضو رمز تثبيت ميكانيكي، هو دي بتبقى عبارة عن سيلندر بس السطح بتاعها الخارجي عبارة عن سبرينج زي كورديون كده يعني، بيبقى عبارة عن ايه سبرينج داير كده كله سبرينج. طيب لو احنا ثبتنا الطرف ده تثبيت ميكانيكي وعندي بريشر سيجنال هنا، طيب البريشر سيجنال دي بتضغط على السطح ده بيبقى فيه فورس صح؟ الفورس ده طبعا يعني بتخلي السطح ده ايه؟ السطح ده يتحرك في الاتجاه ده اكس صح يا جماعة؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ تحويل من بريشر الى ديستنس او ديسبليسمنت، يبقى كأن البيلوز ده كأنه سنسور يعني حول الفيزيكال سيجنال اللي هي البريشر الى distance x. طب ال distance x دي ازاي احولها الى analog voltage مقابل ايه الفكره؟ ممكن linear potentiometer magnetic field. ممكن استخدم ايه؟ ايه؟ linear potentiometer. ايوه برافو عليك صح. اسمك ايه؟ انطونيوس امجد. اوكي فاحنا ممكن نربط السطح ده بسلايدر يعني، ويبقى في عندنا هنا زي ما انت شايف هنا بوتنشيومتر، بحيث يبقى في الحالة دي ده رمز ايه اللي انا برسمه ده؟ حد يقول لي variable resistance او potentiometer ده رمز الايه اللي هو الجراوند. ايوه وهنا مثلا هوصل 10 فولت كابوستر بتاع البطاريه، وهراعي بقى يبقى في حاجه اسمها كاليبريشن. كاليبريشن معناه ايه؟ ان البي سي البي هنا البريشر هنا لو كان مينيمم فاليو يبقى السبرينج دي في الانستريتشد بوست بتاعها بحيث ان السلايدر موجود عند الزيرو او عند جراوند. طب البريشر بيزيد السلايدر هيتحرك رايتورد صح، بحيث يبقى السلايدر ده واخد منه الايه؟ واخد منه في اوت صح ولا لا؟ ويبقى انا كده قدرت ان انا اقول ان في اوتبوت هي انالوج سيجنال تعبر عن البريشر. تعبر عن ايه؟ عن البريشر. احيانا على فكره مكلفه شويه، بس يعني احيانا لو في عندي فولتج سيجنال عايز انقلها مسافه كبيره، فولتج سيجنال عايز انقلها مسافه كبيره، ممكن احول الفولتج سيجنال دي الى بريشر عن طريق فلابر نوزل سيستم، والبريشر سيجنال دي تتنقل ممكن الاف المترات ما فيش مشكله في خرطوم، وتروح هناك
وتروح هناك تتحول الى فولتج مرة اخرى. يبقى انا كده نقلت الفولتج بدون اي لوسز وبدون اي انترفيرنس مع اشارات اخرى. بس الفكرة دي مكلفة. في فكرة تانية بنقل الفولتج ان انا احول الفولتج الكارنت باستخدام اوبريشن امبليفاير سيركت يعني. والكارنت ده هو اللي بقى انجكتد في الاسلاك في السلك يعني, ويمشي هناك ويروح بغض النظر عن المقاومات اللي يقابلها, هو نفس الكارنت. وبعد كده حول من كارنت الى ايه, الى فولتج مرة اخرى. السيمبل بتاع البريشر تو فولتج كونفرتر هيبقى ايه, هيبقى برضو هو نفس الكلام, بس هيبقى هنا ايه بريشر سلاش في, ويبقى البريشر سيجنال هي اللي بتتحول لايه, لفولتج سيجنال. تمام كده. طيب عندنا برضو المكون الاخر اللي احنا بنشوفه, نكتبه مع بعض كده, اللي هو نيوماتيك فالف. نيوماتيك فالف الفيزيكال دايجرام بتاعه هيكون بالشكل اللي انا ايه برسمه دلوقتي. عندنا الشكل ده, الفلوريت ده ماشي في الفالف, هنا في الستيم اوف ذا فالف, طيب نعمل ايه بقى؟ يبقى في عندنا الشامبر دي تابعة لايه؟ تابعة للفالف الشامبر دي. ويبقى في عندنا الشكل ده. يبقى اذا ده رمز ايه, ما حد يقول لي بيستون. ده رمز سبرينج. اوكي ده رمز سبرينج, وبرضه هنختار الان ستريتشد بول اوف ذا سبرينج بحيث يبقى ضاغط على الستيم وقافل هنا. اكس تكون بكام؟ اكس تكون اللي هي المسافه اللي احنا قلنا عليها دي بصفر. تمام. طيب ايه الجزء ده, ايه الجزء اللي انا رسمه ده؟ فاحنا هنتصور مع بعض برضو ان الشامبر دي عباره عن سيلندر, عباره عن سيلندر, والجزء ده عباره عن ديسك يعني فيكسد بشكل محكم من كل الاطراف المحيط يعني بتاع الديسك, وال بقيه الديسك فري تو موف باعتباره ان هو مرن. فالجزء ده بنسميه ممبرين, الاستيك طبعا مصنوع بشكل يستحمل يعني الضغط, بحيث لو احنا فتحنا هنا في المنطقه دي جينا نقوم موصلين بريشر سيجنال بقى, يعني هنا هنسميها بي سي. يعني البي سي دي هتكون جايه من يا جماعه, هتكون جايه ممكن من الفولتج تو بريشر كونفرتر. يعني التركيبه ديت الخرطوم ده نمده كده ويوصل ايه, ويوصل لهنا. فعن طريق البي سي اقدر ان انا, طبعا البي سي هنا هو كهواء مضغوط هيملى المكان اللي هنا ده, هيملى المكان ده هنا ده. فالقيمه بتاعته في الكروس سكشن اوف ذا ممبرين هتمثل الفورس اللي فتح المايك يقفل لك. دكتور معلش صوتك مش واضح. اللي فتح المايك بس يقفل لك.
طيب فالبريشر سيجنال هنا كهواء مضغوط هيملى المكان ده، والبريشر في كروس سكشن اريا اوف ذا ميمبرين هتمثل فورس هتدفع الاستيم لاعلى وتتغلب على الستيفنس فورس اوف ذا سبرينج. هل واضحه دي دكتور؟ لو سمحت ممكن تعيدها تاني لان هي حضرتك في تاخير و... يعني الميمبرين ده متخيلين شكله ان هو ديسك يعني فيكسد من كل الاطراف الخارجيه بتاعته بالاسطوانه اللي هي بره دي، اللي هي قصدي خاصه بالفالف، والجزء اللي في النص ده هو الايه، هو الفري تو موف ابورد اند داونورد باعتبار ان هو ميمبرين يعني الاستيك. فالسبرينج هنا الانستريتشد بوز بتاعها بحيث يبقى كابس على الستيم وقافل الايه الفالف. يبقى في الوضع الطبيعي اللي هو يعني كان احنا نسميه هوم بوزيشن، يعني الاكس بكام؟ بصفر. البي سي بقى لما بتبدا تزيد، البي سي لما بتبدا تزيد بترفع الممبرين دي لاعلى وتاخد الستيم معاه، فالبي سي تزيد الاكس تزيد. هل واضحه دي؟ البي سي تقل فالسبرينج تقوم رجع تاني الدراع لتحت وهكذا. يبقى العلاقه ما بين بي سي واكس واكوردنجلي مع اف كمان هي علاقه دايركت في التركيبه دي، صح؟ دكتور معلش، هو ازاي ميمبرين وديسك في نفس مش يعني هو ازاي يعني هو ازاي فيكسد من النواحي كلها وهو ديسك؟ يعني ما هو هو شكله ديسك بس مرن، ديسك مرن يعني. لو ثبت الاطراف بتاعته كلها بشكل محكم يعني مع جدار الاسطوانه، النقطه اللي في النص بتاع الديسك دي هتبقى هي الفري تو موف النقطه بس، اللي هو في منتصف الديسك ده لو ضغطت تحت عليه ينزل معاك بس يتقوس بالشكل ده. متخيل؟ يعني هو it is not a rigid disk, it is a membrane flexible elastic disk. طيب والاكس يا دكتور من ماده مطاطيه ويستحمل الضغط يعني. السبرينج متوصلة في النقطة اللي هي على الميمبرين في النص، في النص كده، والدراع برضو ده كدراع حديدي واصل في نفس النقطة من تحت بحيث السبرينج تضغط لتحت، بس مين اللي بيطلع السبرينج الارم ده لفوق؟ البريشر هنا ده بقى لما يزيد البريشر هنا، طبعا الدنيا مليانة هنا بالبريشر ده، فالبريشر ده لما يزيد الحاجة الوحيدة الموفابل هي الميمبرين فتطلع لفوق وتقدر ان هي تتغلب على السبرينج فورس بشكل يعني معاير او مدروس ستاتيكالي. فاحنا ممكن بقى يكون عندنا برضو الشكل اللي هو سيمبل ان بي اي دي دروينج اللي هو بالشكل ايه، بالشكل ده، ده رمز النيوماتيك فالف. زي السولونويد فالف بس هيبقى الفرق ايه؟ هيبقى الفرق ان دي نيوماتيك سيجنال. فلو احنا عندنا الفولتج تو بريشر كونفرتر وراه نيوماتيك فالف فممكن يبقى ايه؟ يبقى عندنا برضو السيمبل ده، يبقى في عندي فولتج سيجنال هنا وبحولها الى بريشر سيجنال هنا. ولو احنا نقول هنا في فولتج سيجنال وهنا كنترول سيجنال كنترول بريشر وهنا فلو ريت اف، يبقى كده احنا ايه بنرمز الى الفيزيكال انستاليشن المكون من فولتج تو بريشر كونفرتر ونيوماتيك فالف. طيب حد برضو يقترح علينا هو ايه هي اهميه النيوماتيك فالف؟ امتى بستخدمه يعني؟ في البيبان وفي الفرامل وفي السوق بيستخدم ان هو في الحركه بسرعه. الفرامل ايه؟ البريشر الفولتج تو بريشر كونفرتر هو في الفرامل ممكن. كمان احنا استخدمناه هنا على بالمناسبه غير في الفرامل دي، استخدمناه هنا لتغيير ايه؟ لتغيير البريشر كنترول بريشر سيجنال اللي هي بتغير في الفتحه بتاع الفالف. لكن از نيوماتيك فالف از نيوماتيك اتفضل.
هو ال symbol بتاعه نفس شبه ال solenoid valve. بس ايه تاني؟ نيوماتيك سيجنال. نيوماتيك هو صوت حضرتك بيقطع انا مش سامعه. نيوماتيك سيجنال. نيوماتيك سيجنال بتتكتب كده. هل واضح كده بالنسبه لك؟ اقفل بس المايك عشان تسمعني. تمام تمام يا دكتور. دكتور بستخدمه لو عندي الكنترول مثلا في حته بعيده عن المكان اللي انا عايز اتحكم في الفلو، فبستخدمه عشان انا بحاول الفولت البريشر. لا ما هو لو حته بعيده برضه ممكن يبقى انت تستخدمه، لو انت تستخدمه يبقى عندك اسلاك برضه بتنقل فيها الفولت، بس مش هقدر انقل الفولت الا لو عندي الفولت بريشر. تحويله للبريشر وبعد كده من البريشر للفولتج، فدي فكره يعني غير مجديه لانها تكون مكلفه قوي. في المايك وانت بتسمعه. لكن البديل ان انا احول فولتج للكرنت والكرنت انقله عادي، وبعد كده احول من الكرنت للفولتج. فبرضه عشان ايه يعني الجزء ده نتخطى بقى، النيوماتيك فالف بستخدمه في حالتين. يا اما ان انا عايز هاي ميكانيكال باور عشان اغير في الستيم بوزيشن، بمعنى ان الفالف ده ضخم وعايز يعني السولونويد فالف مش هيكفي ان هو يحرك لي الستيم اوف ذا فالف، لان الدراع بتاعه مثلا يعني الماس بتاعته كبير، فببقى عايز هاي ميكانيكال باور عشان اغير في الستيم بوزيشن، فساعتها نستخدم نيوماتيك فالف. الاستخدام الاخر ان ممكن تبقى محتاجين لو ميكانيكال باور وكل حاجه، بس الليكويد اللي هو ماشي هنا هو عباره عن فليمابل ليكويد، يعني لما يكون سولار او بنزين او غاز طبيعي. طيب ده قابل للاشتعال، دي حاجه قابله للاشتعال، ففي الحاله دي حتى لو الفالف السايز بتاعه صغير ومحتاجين لو ميكانيكال باور، ما ينفعش خالص استخدم سولونويد فالف، عشان لو في اي شرر نتيجه لوجود الكتريستي ولا حاجه، صح؟ ممكن يحصل دامج مش طبيعي. ففي الحاله في حاله التغيير الفلو ريت اوف ذا فالفز ان ويتش فليمبل ليكويدز ار فلوينج او حتى فليمبل جازز، نستخدم نيوماتيك فالف على طول. هل واضحه الفكره دي؟ طيب في اي سؤال حتى الان يا جماعه؟ في اي سؤال؟ طيب انا حتى الان بقى عايز حد يرسم لي، يعني لو هنستخدم في التركيبه اللي احنا رسمناها او شفناها دي، لو هنستخدم الفولتج تو بريشر كونفرتر وفولود باي نيوماتيك فالف وال بي اند اي دي سامبلز بالشكل ده، لو احنا سمينا ده في انبوت اهو في انبوت والفلو خارج من الفالف اف، بالتركيبه اللي انا عاملها دي انا عايز حد يرسم لي الاستاتيك موديل ما بين في انبوت واف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هشوف التو سب سيستمز كأنهم بلوك واحد في البلوك دايجرام ريبريزنتيشن. يعني في البلوك دايجرام ريبريزنتيشن هيبقى في عندي بلوك يمثل نيوماتيك فالف وبلوك يمثل الفولتج تو بريشر كونفرتر. طيب لو بالفكر بتاع الريدكشن برضو بصينا على الاثنين بلوكس دول انهم بلوك واحد داخل له في انبوت وخارج اف، عايز حد يرسم لي ستاتيك اي او ريليشن شيب، واللي هيخلصها يقول عشان يعمل ايه عرض بالنسبه للشاشه بتاعته. كام واحد يعرف يعمل الحكايه دي يا جماعه؟ يعني انا عايز حد فيكم يعرض على الشاشه الشغل بتاعه. ماشي يا دكتور، انا هحاول كده و وحاول تصورها مثلا بالموبايل وتعرضها على الشاشه بتاعتك وتعمل شير للسكرين. انا هعمل ستوب شير للسكرين وانت تعمل شير. اوكي.
دكتور. ايوه. وممكن حضرتك تجيب حضرتك ممكن تجيب اللي هو السيستم بتاع الفولتج تو بريشر بس اشوفه بس تاني. دكتور معلش، هو لما الستيم تكون لفوق يبقى كده الفلو يعني ماشي ولا مش ماشي، ولا يعني في فلو ولا مفيش لما الستيم تكون مرفوعه لفوق؟ لا مش سامع كويس. لما الستيم تكون مرفوعه لفوق كده مفيش فلو صح؟ لما ايه؟ لما الستيم بتاعت الفالف تكون مرفوعه لفوق كده مفيش فلو؟ ليه؟ بالنسبه للفالف يعني؟ اه الستيم دي لما تكون قافله المنطقه دي هو اللي مفيش فلو. احنا قلنا المسافه دي اسمها اكس، المسافه من هنا لهنا دي اسمها اكس. ايوه. فاكس دي لو كانت بصفر يبقى قافل خالص مفيش فلو، لكن الستيم بيترفع لفوق اكس لفوق يعني، فالفلو بيزيد. ما انت برضو ممكن بسرعه ايه، انت العلاقه ما بين بي سي واف هنا دايركت ولا إيه؟ ولا ريفرس؟ ما هو ده يعني، لا ما بين البي سي والاف. لو البي سي كتير فده هيشد لفوق فكده لا دايركت. العلاقه دايركت صح، والعلاقه ما بين بي سي والفي ريفرس. يعني اذا هي باي سنس كده بقى يعني ان العلاقه ما بين في انبوت واف هي ريفرس. انا كنت بتاكد بس. طب لو عايزين نحولها لدايركت يعني ما بين في انبوت و اف دي نحولها لدايركت نعمل ايه؟ في حل غبي ان احنا نحط اثنين ورا بعض يعني، بس لا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحول دي الى ريفرس ريليشن شيب، ودي ريفرس فتبقى في توتالي هتبقى دايركت. فممكن نعمل ايه بقى؟ يعني انا ممكن اعمل فكره ثانيه وهي بالشكل ده، يعني ان الفالف نفسه يبقى فوق يعني ده الستيم اهو صح، وبقيه الفالف ودي تيوب ماشيه صح. نكملها بالمره فممكن السبرينج يبقى بالشكل ده ويبقى فعلا من اللي فوق يديني انا راجل معروف كلمه انا ولا انت يعني احمد عصام فعلا ممكن ان احنا نيجي نقوم فاتحين حته كده هنا ويبقى نحط البريشر في الحالة دي من هنا يبقى ده بي سي. بس الان ستريتشد بوز للسبرينج دي تبقى ازاي بقى؟ وخلي بالك الوضع الطبيعي هنا ان البي سي تكون بي اس في البداية صح؟ فبتكون هي اللي كبسة لتحت وقافلة. البي سي بتقل هنلاقي ان السبرينج دي قادرة ان هي ايه ترفع الممبرين ده والاكس تزيد. هل وضحت الفكره كده؟ يعني الفلو ماشي من هنا في هنا اهو ودي الاكس. ففي البدايه خالص البي سي هتساوي بي اس، البي اس ده ماكسيمم بريشر هيكون كابس هنا ومتغلب على السبرينج وتبقى اكس بصفر، لكن البي سي بتقل السبرينج هي اللي تتغلب وترفع الجزء ده. يبقى اذا ده الوضع في البدايه. يبقى اذا اصبحت العلاقه كده ريفرس ما بين بي سي واف، هو ماكسيمم الاف بصفر يقل الاف تزيد بس كده تمام. نبدا في موضوع بقى، هل في سؤال يا جماعه حتى الان؟
نبدأ في موضوع إن إحنا عندنا بعض الكومبوننتس والمصطلحات اللي تمكننا إن إحنا نتناول example of a control system. يعني يبقى في عندنا نظام تحكم بنبدأ إن إحنا نتعرف عليه. طيب إحنا لو سمحت يا دكتور، اتفضل. المثال اللي فات، هو إحنا اللي حطينا سبرينج تحت مش فوق؟ السبرينج تحت مش فوق عشان نعكس العلاقة، يعني دي فكرة علشان تبقى العلاقة ما بين بي سي و اف تبقى ريفرس مش دايركت. طيب تمام يا دكتور، هي لو البي سي قليل فالسبرينج هتشد هتشد الاسطوانة لتحت. هو الوضع اللي احنا بنبدأ فيه، الوضع اللي احنا بنبدأ فيه ان بي سي بتكون بي اس اللي هي ماكسيمم، تمام، عشان ما يبقاش فيه لوس اوف باور، يعني ما يبقى يعني هناك هناك بيبقى الوضع الطبيعي ان الوايت ساو صفر، فاكر؟ تمام. البي سي تكون بي اس اللي هي ماكسيمم بريشر سيجنال، فاحنا هنظبط السبرينج دي بحيث ان في الوضع البدائي الاولي ان البي سي تكون بي اس، فهنا ضغطه بشكل كبير مديه ماكسيمم فورس يعني، وتتغلب على الفورس بتاع السبرينج. يعني حد يقول لي الانستريتشد بوز اوف ذا سبرينج يكون ازاي؟ يعني تخيل هنا ان انا مش موصل اي كنترول سيجنال، الانستريتشد بوز اوف ذيس سبرينج الاكس ماكسيمم، الاكس ماكسيمم والميمبرين يكون في الاخر خالص، يعني هي رفع خالص الميمبرين ده الاعلى، ده الانستريتشد بوز. يبقى اذا انت لما توصل هنا بي اس او سبلاي بريشر ماكسيمم هيقوم ايه، يلاقي السبرينج مرفوع الاعلى، رفع الميمبرين الاعلى، فيقوم ضاغط وكابس هو وقافل ده. طب البي سي ال خلاص معايا، البي سي ال تمام، السبرينج بتحاول تروح للانستريتشد بوز، ودي بقى العبقريه في تصنيع السبرينج، انه دايما لو انت شلت اي قوه خارجيه يرجع تاني للانستريتشد بوز اللي هو كان مصنع عليه. طب هو يا دكتور، هي مش السبرينج لما تكون فاضل انستريتش بتكون مضغوطه مش بتكون مفروده؟ لا لا، انت بتجيبها مصنعه ازاي، الوضع اللي هو ان ستريتشد ان كومبريسد بوز، الوضع اللي هي مصنعه عليه. يعني ساعات بتلاقي سبرينج كده وهي جايه اللفات بتاعتها متباعده عن بعض، وفي سبرينج بتشتريها تلاقي اللفات قريبه من بعض، يعني على حسب الان ستريتشد بوز المصنعه عليه. طيب تمام، لو انا حطيت السبرينج من فوق الاسطوانه وخليتها تبقى اللي هي مضغوطه كده، برضو السيستم هيشتغل بنفس النظام صح؟ حطها ممكن على فكرة تحطها فوق بحيث الان ستريتشد بوز ان هي تبقى شد الممبرين لأعلى بس. تمام بالظبط، بس صح يعني اي افكار مسموح بيها طالما بتوصلنا للايه المطلوب. تمام تمام، شكرا. انت اسمك ايه اللي بتقول لي؟ تمام، محمد احمد محمد. ليه بقى؟ لان احنا زي ما اتفقنا يا جماعة، باعتبار ان احنا شغالين اونلاين، فيبقى في اعتبار كبير جدا انا شخصيا هعمله بالنسبه لي، لان انا المفروض بدي اعمال السنه يعني، وانا والمعيده منصره، فالانتراكشن ده هيبقى عليه تقييم كبير جدا، لان في فرق واضح جدا ما بين شخص دلوقتي متفاعل معايا وشخص نايم ومعتمد ان هو هيشوف المحاضره بالليل او في الوقت اللي هو هيبقى فايق فيه. انا صدقني انا شخصيا لو متاح ليا، وانا قلت لكم المره اللي فاتت محاضره 3 ساعات اونلاين وبشوفها، هيبقى الوضع ممل جدا، وهعمل سكرولينج والدنيا مش هتبقى زي ما انت اونلاين زي ما انتم يعني معايا كده. انت اسمك ايه بقى عشان ما انساش؟ محمد احمد محمد. محمد احمد محمد، تمام تمام. اتفضل. انت خطك بيقطع، صوتك خالص بيقطع، معلش. الفكرة اللي بنتي بتاعت السبرينج هي من أول إن البيس لأن وضعها كان إيه؟ أنا دي طبعا فاكر أنا فاهمها، رجعتها تاني. ولو حد سمعك يقول لي، أنا مش فاهم من حاجة، معلش.
طيب المهم، طب كلمني كمان شويه، جهاز صوتي بقى افضل يعني. احنا ناخد دكتور لو سمحت. ايوه ممكن تشرح الميكانيزم بتاع اخر الفالف ده؟ رجع بقى المحاضره تانية. مع انتوا المحاضرات اللي فاتت لقيتوها على ال ام اس؟ اه موجوده. اه طيب، لأ انت لما تراجع الحته دي هتلاقي الدنيا بالنسبه لك واضحه باعتبار ان انت كنت حاضر معايا. طيب ماشي تمام اوكي. فاحنا ناخد مثال لكنترول سيستم، نشوف بقى الافكار اللي عليه او اللي فيه اللي تخص يعني احنا هنعمل ايه او خطه العمل ايه، وزي ما بيجرى على سيرتن كنترول سيستم هيجرى على الباقيين. حد يفكر؟ طيب دكتور ممكن سؤال بسيط؟ اتفضل. طب هو احنا ليه يا دكتور يعني بنعمل الممبرين ده؟ مش يبقى مثلا يعني الممبرين ده انا حاسه برضو الشغل معاه ممكن هو يعني يبقى ليميتد شويه، ليه ما نعملش بيستون مثلا؟ بيستون اعتقد يبقى مور ريلايبل شويه. يعني اي افكار يعني وارده على فكره، اي افكار وارده. يعني حته البيستون وك يعني دي موجوده برضو يعني سواء هيدروليك او نيوماتيك، وفي ما يسمى هيدروليك سيرفو موتور برضو هنتناوله بالشرح ككومبوننت مهم مع الوقت. تمام اوكي. طيب حد يفكرني في كام نوع من انواع الكنترول سيستمز اللي احنا بنلاقيها في حياتنا؟ هيبقى في النيوماتيك والهيدروليك. ايوه ميكانيكال والثيرمال صح؟ والثيرمال. ايوه برافو عليك. اسمك ايه برضو؟ نورهان اشرف. طيب نورهان اشرف. نورهان اشرف اوكي. فزي ما زميلتك لخصت ان احنا في حياتنا الحقيقه لا نخرج عن هذه السيستمز، ولو احنا بنتكلم على ثيرمال كنترول سيستم يبقى انا بتحكم في درجه حراره، لو بتكلم على ميكانيكال كنترول سيستم يبقى بتحكم في ديسبيسمنت او سبيد، بتكلم على هيدروليك كنترول سيستم يبقى بتحكم في ليفل اوف ليكويد ان تانك، او بتحكم في بريشر او فلو ريت اوف ليكويد، لو بتكلم على نيوماتيك كنترول سيستم يبقى بتكلم على تحكم في فلو ريت او بريشر اوف اجاز، بس لا نخرج عن دول، او خليط بقى ما بينهم او مجموعه منهم في الايه في الصناعه. يعني احنا زي ما احنا قلنا ممكن يبقى عندنا في مصنع 100 controlled variables، يعني 100 variables بتحكم فيهم، شويه temperature وشويه displacement وشويه pressure and so on يعني. فاحنا هنشوف دلوقتي مثال لثيرمال control system. طب دكتور هو البروكسيميتي سنسور ده يعتبر بيندرج تحت اني واحد فيهم؟ لا، البروكسيميتي سنسور ده اللي هو بيدي يعني هو شغال في الـ discrete event systems، اللي هو بيديك on off signal برضو، هل الحاجة قربت من الوضع اللي انت عايزه ولا لا. يعني ده مثلا ممكن نستخدمه في ان يبقى فيه بوتل او كان موجودة في مكانها ولا لسه، صح؟ هل في ليفل وصل؟ فده احنا قلنا، وعشان كده كان مهم الشرح اللي فات ان احنا in which category of systems بنتعامل معها. احنا بنتعامل مع الكاتيجوري اللي هي continuous control systems، وبنستخدم analog control systems كمان، وsingle input single output ولينير والكاتيجوري اللي احنا محطوطين فيها صح. طيب لما نتكلم على thermal control system هناخد مثال لthermal control system، ويبقى انا عارف ان انا بتحكم في temperature، وهو heat exchanger. يعني لما نيجي نتكلم على heat exchanger ده subsystem في ال، ما هو ممكن اي سيستم اعتبره سب سيستم فروم ذا هول كنترول سيستم اللي في المصنع او في الصناعه. يعني زي الكمبريسور ده هو في حد ذاته يعتبر كنترول سيستم صح، لانه بيخرج لي سبلاي بريشر كونستانت، المفروض تبقى كونستانت. يعني هل هي على ارض الواقع كونستانت؟ وي هوب، لكنها بتتغير، بس ايه، بس بترجع تاني للكونستانت ديزايرد فاليو اللي احنا عايزينها منه ككنترول سيستم. يعني المهم احنا عندنا هيت اكسشنجر ثيرمال كنترول سيستم، الفيزيكال دايجرام بتاعه بالشكل ده. انتوا احنا عارفين الرادياتير بتاع العربيه صح؟
ده يعتبر برضو ايه هيت اكسشينجر لان بيحصل تبادل حراري بس هنا بيحصل كولينج يعني. لكن هيت اكسشينجر في الصناعه واحنا نبقى عايزين نرفع درجه الحراره مثلا ماشي اوكي. فبيكون في عندنا ليكويد ماشي بفلو ريت اف ليكويد وخارج بفلو ريت مقداره كام اف ليكويد برضو. يبقى هو جاي من مرحلة إنتاج سابقة بفلوريت FL وخارج بنفس الفلوريت FL ورايح لمرحلة الإنتاج الإيه اللي بعدينا أو اللاحق. وعايزين نرفع درجة حرارته بحيث تكون عند certain specific temperature. يبقى المهم هنا في thermal control system إن عند الأوتلت عند المخرج تبقى درجة الحرارة مقدارها إيه TH. طيب هي TH اللي أنا كاتبها دي هي variable لأن دي temperature of the outlet liquid ماشي كده. إحنا نتمنى إن هي تكون عند certain desired value. ده المطلوب من thermal control system. طيب إيه الطريقة اللي أنا أعمل بيها تسخين؟ كنا ناقشنا الحكاية دي في المقدمة. إيه الطرق المستخدمة للتسخين؟ فاولا احنا هنعمل الحركه او الرمز ده. لما نيجي هنا نعمل الرمز ده. ايه الرمز ده بتاع ايه الرمز ده؟ ان احنا بنزود المساحه بتاعه التبادل الحراري عن طريق الايه التركيبه دي او بيسموها سربنتينا يعني لو المصطلح ده تسمعوا عنه. دي بتبقى لفات كتيره من الماسوره نفسها اللي ماشي فيها الليكويد عشان نزود مساحة التبادل الحراري. دي موجودة برضو في الرادياتير وهكذا. طيب حد يقول لي ايه هي الطرق المستخدمة لرفع درجة حرارة السائل ده؟ اولا هو داخل احنا ممكن نعمل كومة كده ونقول انه داخل بتمبرتشر تي سي اللي هو كولد تمبرتشر يعني. ودي ايه تي سافكس اس اتش اللي هو هوت اتش هنا اختصار هوت. حد يفكرنا؟ ايوه بيه. نمرر أيوة. عليه سائل بدرجة حرارة أعلى. أيوة ممكن دي فكرة. فكرة ثانية إيه؟ ممكن نعمل electrical heater. أيوة ممكن. I'm sorry electrical power نحولها إلى heating power بحيث يحصل إيه تسخين للسائل اللي بيمر في الماسورة هنا. أو في فكرة ودي موجودة في السخان حتى اللي في البيوت إن إحنا نستخدم ما يسمى جاز بيرنر. يعني الرمز بتاعه بيكون بالشكل ده. إن يبقى فيه غاز ماشي هنا ويحصل له إيه بيرنينج. يبقى مصدر فعلا إيه لهب موجود. والمنطقة دي محبوس فيها زيت مثلا. المنطقة اللي جوه دي محبوس فيها زيت فبيسخن والتسخين دوت بينتقل إلى إيه؟ بينتقل إلى السائل اللي ماشي جوه التيوب. أو ممكن يبقى اللهب زي الغاز بقى زي السخان اللي في البيوت اللهب مباشرة تحت المواسير تحت الماسورة دي أو الجزء ده بحيث يحصل إيه تبادل حراري بشكل مباشر يعني. طيب انا علشان اغير التمبريتشر ديت انا محتاج اغير الهيتنج باور اللي خارجه من الجاز بيرنر. طب ازاي اغير الهيتنج باور؟ يبقى عن طريق تغيير الجاز فلوريت اللي ماشي اللي هو ايه بيقوم بيتم حرقه يعني. ففي الحاله دي احنا ممكن نستخدم بقى الرمز بتاع الفالف وليكن بالشكل ده. وبرضو اتفقنا ان ده يعني flammable material سواء غاز او liquid فما ينفعش استخدم solenoid valve. فانا هستخدم pneumatic valve اللي هو pneumatic signal بالشكل ده. وعشان اغير في pressure control signal يعني هنا هتبقى في بي control pressure signal هيكون في عندي المكون اللي احنا فهمناه برضو اللي هو الفولتج تو بريشر ايه كونفرتر.
طيب لو احنا قلنا هنا ان في سيجنال انا هديها الرمز يو بقى فاليو دي طبيعتها ايه؟ حد يقول لي طبيعتها ان هي فولتج سيجنال، انا هسميها كنترول سيجنال. احنا هنسميها ايه؟ كنترول سيجنال. والتمبريتشر دي هيبقى اسمها ايه؟ حد يقول لي التمبريتشر دي هيبقى اسمها ايه؟ كنترول فاريبل. ايوه المصطلحات بقى كنترول فاريبل. طيب ايه هو الفيزيكال فاريبل اللي بيؤثر بشكل دايركت ومباشر يعني على كنترول فاريبل؟ التمبريتشر ريت بتاع الجاز، الفلوريت اوف ذا جاز. اكيد اه، بس الفلوريت اوف ذا جاز ده بيتحول الى انذر فيزيكال سيجنال وهي الهيتنج باور. يعني الهيتنج باور دي تعتبر ايه؟ فيزيكال سيجنال برضو. يعني الجاز بيرنر ده انت هتكتب عندك ان اللي انا بشاور عليه ده مكون اسمه جاز بيرنر. الجاز بيرنر ده ككومبوننت موجوده از بلوك، هيبقى داخل له ايه وخارج ايه؟ هيبقى داخله الجاز فلوريت وخارج منه الهيتنج باور. الهيتنج باور دي هي اللي هتلاقيها بتؤثر بشكل مباشر على تي اتش، صح ولا لا؟ يبقى الهيت اكسشينجر نفسه دوت لو مسناه ببلوك هيبقى داخله الهيتنج باور وخارج منه تي اتش كسيجنالز بتؤثر على بعض يعني. فالمكون المحصور ما بين سيجنال تؤثر بشكل مباشر وكنترول فاريبل خارج، اولا ده بنسميه بروسيس او بلانت، ثانيا السيجنال اللي داخله مباشره تؤثر على الاوتبوت النهائي اللي هو الكنترول فاريبل نسميه مانيبيوليتد فاريبل. فدي مصطلحات يعني هنكملها، بس هناخد ريست 10 دقايق ربع ساعه كتير، لان في مجلس قسم عندنا كده هدخله 10 دقايق وايه واخرج اكمل معاكم، ويبقى بالمره انتوا بتاخدوا ريست. نكمل على نفس الشاشه اللي هي ايه معانا دي. ماشي كده تمام؟ يعني هنكمل على نفس الرسمه دي ان شاء الله بعد الريست. تمام ماشي، اتفضلوا يا ماما. الله يخليك.